اطلع. لم تنتهي المواجهة مع التنظيمات الإرهابية رغم هزيمتها قبل سنوات في ريف حلب الشمالي، هكذا يرى نائب قائد شرطة جرابلس. بالنسبة له ضبط الأمن في المنطقة يعني جهدا يوميا يبذل من الجميع على كافة النقاط والحواجز، التفتيش والتدقيق على السيارات. طرد تنظيم داعش من هنا قبل 5 سنوات ضمن عملية درع الفرات، عملية أطلقتها تركيا إلى جانب المعارضة السورية، بدأت من جرابلس وانتهت عند مدينة الباب. دخلنا منطقة جرابلس منذ 5 سنوات، ما كان في سكان، لا كان في أجهزة أمنية، ما في شيء نهائيا. تم تشكيل أجهزة الأمنية تتألف فيهم الشرطة المدنية والشرطة العسكرية. نحن ألقينا القبض على كذا عبوة بالحواجز، على كذا موتور مفخخ قادم من المنظمات الإرهابية لمنطقة جرابلس. كل شيء تغير هنا، حجم المدينة وعديد أهلها. أعيد تشكيل الأجهزة الأمنية بشكل كامل بدعم من تركيا. افتتحت مراكز للشرطة المدنية ودور قضاء لتثبيت الأمن. عادت الحركة إلى جرابلس وريفها بعد أن صارت مدينة تضم نازحين من جميع مناطق سوريا. بسبب يعني التوسع العمراني وازدهار المنطقة واستجرار الكهرباء ووفرة المياه، العالم أغلبها جت على مدينة جرابلس وفتحت استثمارات مثل الموجودين هين يعني حالياً نحن المحلات. طلب منا محمد الحديث عن منطقته في الضفة الثانية من نهر الفرات، حيث هجر مع أهله منذ 6 سنوات من ريف عين العرب على يد التنظيم بي واي دي الإرهابي. مدينة جرابلس ما تبعد عنا شوخ يعني تقريباً شيء 2 كيلومتر، وأغلبيتهم يعني دمروا الأراضي، دمروا البيوت، الأراضي الزراعية يعني صارت كلها مستنقعات مي، شالوا منها البحص وما البحص، والبيوت فجروها. عادت جميع مؤسسات المعارضة للعمل منذ سنوات، وينظر للمنطقة بأنها إحدى تجارب المعارضة السورية في إدارة المناطق خارج سيطرة النظام. تقول القيادات الأمنية هنا إن تضاعف أعداد السكان فرض تحديات أمنية كبيرة تتمثل في حفظ الأمن الداخلي وتفكيك خلايا إرهابية كانت ولا تزال تضع المدنيين هدفا رئيسيا لها لضرب الاستقرار في المنطقة. أحمد سعيد، تي آر تي عربي، جرابلس.